لا يستطيع أن يعمل أن يكسب، لعله في الأيام الأولى كذلك، لعله في الأيام الأولى كذلك. الإنسان افترض شارط نفسه أن لا ينظر إلى أجنبية. أربعة لا يشبعون من أربع، والنظر والعين لا تشبع من النظر. إيش كد ما تنظر تريد أن ترى أكثر. عالم من علم وعين من نظر لا تشبع أبدا. شو تتصور بأنه ستقول أنظر إلى هذه خلاص بعد لا أطمئن، والثانية والثالثة والرابعة. يشرط الإنسان على نفسه أن لا ينظر إلى أجنبية لأنها سهام إبليس. يشرط على نفسه. هسه بعض الأحيان يقول هسه هم أعمل أنا في المحل وهم لا أنظر، ما يصير هذا. هسه لعله في الأيام الأولى مشكل، ولكنه عندما الإنسان تحصل له ملكة عدم النظر إلى المحرم اطمئنوا بأنه يكون أمرا يسيرا سهلا. لعله في الأيام الأولى صعب. والمراقبة لا تتعارض مع أي من أعمالك كالكسب والسفر والدراسة، فكن على هذه الحال إلى الليل ريثما يحين وقت المحاسبة. وأما المحاسبة فهي أن تحاسب نفسك لترى هل أديت ما اشترطت على نفسك مع الله، ولم تخن ولي نعمتك في هذه المعاملة الجزئية. إذا كنت قد وفيت حقا فاشكر الله على هذا التوفيق، وإن شاء الله ييسر لك سبحانه التقدم في أمور دنياك وآخرتك، فسنيسره لليسر. وسيكون عمل الغد أيسر عليك من سابقه جزما، لأن النفس مطواعة. النفس غاية مطواعة. النفس مو كالحديد، لا كالشمع. فلهذا أنتم تجدون بأنه الإنسان عندما يتعود على يعمل شيء يومين ثلاثة يتعود عليه يومين ثلاثة، هذا معنى أن النفس مطواعة وغير مطواعة، معنى أنها مطواعة. فلهذا حاول أن تكون مطواعة في أمور الخير لا في أمور الشر، وإذا وجدتها مطواعة في أمور الشر اعلم أنها بسببك، أنت السبب في ذلك. وإلا النفس مطواعة لهذا الطريق ولذاك الطريق معه. أنتوا انظروا بأنه هذا الطفل الآن شقد نفسه مطواعة. سبب ما هو؟ لأنه الآن خالية من كل شيء، قابلة مباشرة تتلفظ بكلمة مباشرة يرددها خلفك. إن كانت زينة يرددها خلفك وهو خير، إن كانت قبيحة يرددها وهي قبيحة. ولكنه تجد بأنه الإنسان كلما بدأ يكبر ماذا؟ لا، تجد أن حالة الأخذ وحالة الانفعال تضعف شيئا فشيئا. فلهذا قيل العلم في الصغر كالنقش الحجر، لأن النفس مطواعة. فلهذا حاولوا، تجدون أن السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه في وصاياه يؤكد على حالة الشباب وعلى مرحلة الشباب. لماذا؟ باعتبار أنه النفس بعدها ماذا؟ فيها مجال لأن تكون مطواعة ومنفعلة بنحو جيد. أما الإنسان إذا اشتدت فيه تلك الملكات، لا سمح الله تلك الملكات الرديئة، بعد ماذا؟ بعد اقتلاع تلك الملكات، جذور تلك الملكات من وجود الإنسان، صعبة جدا، صعبة جدا. وهذا معنى ما يقال أن الإنسان إذا بلغ أواخر عمره وهو على المعصية بعد لا يوفق. ما معنى لا يوفق؟ يعني إذا أراد أن يتوب الله ما يقبل توبته؟ لا لا لا، لا يتوفق لأن يعزم على التوبة، لأنه غير قادر على التوبة. فلهذا اغتنم شبابك قبل هرمك. قال فاشكر الله على هذا التوفيق، وإن شاء الله ييسر لك سبحانه التقدم في أمور دنياك وآخرتك، وسيكون عمل الغد أيسر عليك من سابقه، فواظب على هذا العمل فترة، والمأمول أن يتحول إلى ملكة فيك، بحيث يصبح هذا العمل بالنسبة إليك سهلا ويسيرا للغاية، بنحو تنعكس المعادلة. بعد تريد أن تعمل الحرام تستطيع أو لا تستطيع؟ الآن كثير منا يسرق أو لا يسرق، يسرق أو لا يسرق. لماذا؟ لأن ترك السرقة صايرة عنده ملكة. فلهذا إذا يريد أصلا مو فقط لا يسرق، بل لا يفكر في السرقة. المعاصي الأخرى أيضا كذلك، الإنسان إذا مرر نفسه عليها يصل إلى مرحلة مو فقط لا يعمل الحرام، لا يستطيع أن يفكر في الحرام. أنتم ماذا تقولون في مقام العصمة، في مقام الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام؟